اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد طلبات على هاتفك على تطبيقكم ميسنجر. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الطلبات، وهنا سوف نقوم بإيجاد معلومات على الطلبات. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.